السلام عليكم احبتي في الله. اليوم غنحضر معكم تشورو على الطريقه الاسبانيه، روعه بالمذاق، بقوام خفيف كالقطن، مقرمش لذيذ بمكونات جد بسيطه، سهل وسريع التحضير، مع اعطائكم تقنيه باش يجيكم بنفس القياس. وغنرافقوه بصلصه الشوكولا الرائعه التي تحضر في رمشه عين. لنبدا على بركه الله، توكلنا على الله. بكسرول او الطنجرة تنوضع 300 مليلتر من الماء مع 2 معالق كبار من السكر، اي نوع عندكم، يمكن لكم تعوضوا هذا السكر بالعسل او دبس التمر. 3 ملعقة صغيرة من الملح و 75 غرام من الزبدة. تنوضع هذا الكسرول على نار متوسطة حتى توصل هذه المكونات لدرجة الغليان، تذوب لنا الزبدة مع السكر وتنحصلوا على خليط موحد. فدائما تنقول لكم ركزوا على الطريقه ديال التحضير لانجاح الوصفه. اما بالنسبه للمكونات راه غتوجدوهم مكتوبين في صندوق الوصف من الاسفل. وفي هذا الاثناء تنخفضوا درجه حراره الموقد الى منخفضه وتنضيفوا الدقيق دفعه واحده، 210 غرام ديال الدقيق. استعمل الدقيق ديال الفرينه بعد ما نخلطوا، فيمكن لكم تعوضوا هذا الدقيق ديال الفرينه مثلا باي نوع تتوفروا عليه من الدقيق كالفورس او اي نوع من الدقيق الابيض، او مثلا دقيق خرطال اي شوفان. وحنا تندعكو هذا العجين جيدا بحال تندلكوه كيف ما تلاحظوا امامكم، حتى نحصلوا على كتله واحده لما تتبقاش تلتصق لنا بقعر هذا الكاسرول. لاحظوا معايا في هذا الاثناء غادي نطفي الموقد ونوضعه باناء اللي تيكون الحجم ديالو شويه كبير باش نبردوا هذه العجينه. فسنحاول نسرحها بالبول اللي عندنا كيف ما تلاحظوا حتى تصبح دافئه، اي تتفقد من الحراره ديالها. فهذه هي الطريقه المعتمده هنا باسبانيا لتحضير هذا التشورو، الطريقه المنزليه اللي تحضروا بها التشورو، طريقه اللي سهله وسريعه. فبعد ما تتفقد لنا العجينة من الحرارة ديالها تتصبح دافئة، في هاد المرحلة غادي نضيفو البيض بعد ما غنخفقوه جانبا. فتنكتفي بهذا القدر، ثلاثة البيضات صغار او لا زوج يكونوا كبار. الا كان عندكم كذلك بيض متوسط فيمكن لكم تكتفيوا فقط بزوجات. بعد ما خلطت البيض بشكل جيد فتنضيفوا على دفعات للعجين، وانا تنخلط تندمج كمية بكمية مع العجين حتى تجانس. فاللي ما بغاش يدير هذه الطريقه كيف ما تلاحظوا اليدويه فيمكن لكم تستعملوا الباتور كذلك اليدوي لتسريع هذه العمليه. اذا بالنسبه للتشورو الاسباني فتعتمدوا على العجينه الساخنه. تنضيف دفعة أخرى وهكذا. وعادة هذا التشرو تتعد من الفطائر اللي سناخدوها على الإفطار أو للوقت ديال اللمجة، أي الكوتي مرفوق بكأس من الشاي أو القهوة، وتناخدوه خاصة في الأيام اللي تكون باردة أو للأيام الشتوية لأنه تدفينا. تناخدوه مثلا إذا كنا خارجين تناخدوه هو سخون مرفوق بواحد الصلصة ديال الشوكولا اللي تتعطينا واحد الدفء رائع. فتنصح الجميع بتجربة هذه الوصفة. ولاحظوا معي القوام ديال العجين اللي تنحصلوا عليه، قوام اللي هو جد رائع. تحتاجوا الكيس حلواني وهاد الرؤوس المسننة،
اي راس عندكم مسنن يمكن لكم تستعملوه. سلا ما توفرتوش عليه فيمكن لكم تستعملوا فقط كيس الحلواني او كيس من البلاستيك الغذائي اللي تتقبوه فقط من جهه واحده وتتحضروا به هاد التشرو ديالكم. هو عاده كاين يعني هاد التشرو هنا باسبانيا طيله السنه، ولكن الاغلبيه تياخذوا في هاد الايام اللي تتكون بارده اكثر، تيتمشى اكثر في الايام البارده. فبعد ما عمرنا الكيس ديال الحلواني بالعجين فتنحاول نحيدو كاع الفراغات اللي تتكون فيه، تنضغطو وتندخلو العجين بالكيس كيف ما تلاحظوا معايا بهاد التقنيه. اذا بعد ما حضرنا العجين بالكيس فغنتقلوا للمرحله المواليه. قطعت هنا ورق الفرن، تقطعوه على حسب الحجم نتوما اللي بغيتو، يعني القياسات اللي بغيتو، غي هاد القياسات خاصها تكون موحده باش يجيكم يعني في نفس القياس. لاحظوا معايا كيف ما يمكن لكم تشكلوه مباشره بالمقلاه، ولكن تتبقى هاد الطريقه هي الطريقه اللي مضمونه. لاحظوا معايا ما شاء الله تيجينا قياس اللي هو موحد والشكل موحد، ونبقى مستمره حتى ننتهي من كل الكميه. على فكره راه كاين طريقه ديال الاحتفاظ بهذا التشرو، يمكن لكم تحضروا على هذا الشكل كعجين وتدخلوا اللاطه ديالكم او الصينيه ديالكم اللي حاطين فيها التشرو وهو باقي عجين المجمد، من بعد ما يتماسكوا توضعهم في واحد الكيس وقت ما بغيتوهم تتاخذوا الكميه اللي بغيتو وتقليوها مباشره، يعني بلا ما تخليوها كاع تاخذ حراره المطبخ من المجمد للمقله. فعندي هنا حمام زيت غزير وسخون على نار متوسطه، تنوضع التشرو كيف ما تلاحظوا معايا، طريقه سهله وبسهوله تنزولوا ورق الفرن. بهذه الطريقه تنحصلوا على تشورو بحجم موحد، وكذلك ما تيجيناش عوج او فيه ديفيكتوس. غنقليهم حتى يكتسبوا لون ذهبي جميل. وغنوريكم الطريقه الاخرى فيمكن لكم تشكلوا هاد الشور مباشره بالمقلاه بهاد الكيفيه اللي تتلاحظوا امامكم، وتنقطعوا بالحجم اللي حنا بغينا، غير هما تيجيو شويه عوجين كيف ما تلاحظوا. لهذا تنفضل الطريقه اللي عطيتكم. فبالنسبه للناس اللي تتجنبوا القليل فيمكن لكم تقليو هاد التشورو بالزيوت الصحيه، الثمن ديالها تيكون زايد شويه، ولكن تتاكلوا وانتم مرتاحين بطريقه اللي هي مضمونه بلا ما تضروا الصحه ديالكم. فتنقليو هاد التشورو حتى يكتسب لون ذهبي جميل مائل الى البني كيف ما تلاحظوا، راه تينتفخ شويه، هذا راجع للبيض اللي تنضيفوه بهاد الوصفه. وتناخذوا مصفات او لا مباشره وضعوه فوق الورق النشاف باش يتشرب او لا يحيد منه الزيت الفائض من زيت القلي. تنخليهم حتى يتقطروا مزيان، وغنقلي باقي الكميه بنفس الطريقه. كاين مباشره لهذا التشرو هو باقي سخون تمروا من السكر الخشن اي السنيده وتقدموا مباشره، من المفضل الاكل ديالو سخون او لا دافي. على فكره بالنسبه لورق الفرن اللي قطعناه فيمكن لكم تحضروا فقط واحد ثلاثه الوريقات تتقليو، من بعد تزولوا هذا الورق وتتحضروا وحدات اخرى من التشرو، من بعد تتقليهم، وهكذا تتستمر العمليه حتى تنتهيوا من كل الكميه اللي تتوفروا عليها. وكاسرول او مقلاه جانبا سنوضع الحليب 125 مللتر من الحليب، ضفت عليها معلقه كبيره من السكر و 60 غرام من الشوكولا قطع الشوكولا،
سنوضع هذا الخليط على نار اللي هي متوسطه بين مدابلنا الشوكولات. الا ما توفرتوش على قطع الشوكولا يمكن لكم تعوضوها بمعلقه كبيره من مسحوق او بودره الكاكاو المر، او لا زوج معالق من الكاكاو اللي تيكون حلو، ولكن ما تنضيفوش السكر لهاد الصلصه. الا ضفنا الشوكولات غبره حلو. مرة تنحركو، خفت من درجة حرارة المقد بالنسبة لصلصة الشوكولا. تنزول تشورو القلية الأخرى ديال تشورو كيف ما تلاحظوا أمامكم. اللي ما بغاش يرافق بالصلصة فيمكن يمررها فقط من السكر سنيدة، السكر حبيبات، ويقدمها مباشرة. فبعد ما داب الشوكولات كيف ما تلاحظوا أمامكم، في هذه الأثناء تنحتاج 125 مليلتر من الماء بحرارة المطبخ. تنضيف عليهم معلقة صغيرة غير ممتلئة من النشا اللي هي مايزينا، وتنخلط مزيان. الماء ما خاصتوش يكون سخون، إلا كان سخون غادي تشكل لكم حبيبات في هذا الخليط، وغادي تعطيكم واحد القوام اللي هو غير مرغوب فيه. لهذا الماء تنأكد بأنه تيكون بحرارة المطبخ. تنخلطو مزيان، مجرد ما تيبدا يشتد لينا او لا تشتد لينا هاد الصلصه تتبدا تزاد الكثافه ديالها. تنطفيو الموقد وبهذا تصبح جاهزه. لاحظوا معايا هذا هو المعيار اللي غادي نعطيكم. تندخلوا معلقه بهاد الصلصه وتلاحظوا بانها تطلع تماما، تتبقى شاده بها الصلصه كيف ما تلاحظوا امامكم بقوام اللي هو كثيف ولكن سائل. وتنقدموا تشرو بالصحة والراحة مرفوق بصلصة الشوكولا البيتية سهلة وسريعة التحضير. حصلنا على تشرو مقرمش ورطب من مقرمش من برا ورطب من الداخل، من أروع ما يكون. مكونات اللي هي بسيطة وطريقة التحضير اللي هي بسيطة كذلك بالطريقة الإسبانية المحضة. فبصحتكم والسلام عليكم.